إلى ذلك توفد المئات من الشخصيات السياسية والاجتماعية وقيادات المؤتمر الشعبي العام والبرلمانيين إلى منزل القيادي المؤتمري الشيخ سلطان البركاني، وذلك لتهنئته بعودته سالما إلى أرض الوطن ونجاح العمليات الجراحية. المهنئون أفادوا بأن الشيخ البركاني يحظى بمكانة فريدة لدى متابعيه ومحبيه وأصدقائه، وحضور سياسي واجتماعي وقبلي خاص بين قواعد وأنصار المؤتمر الشعبي العام في عموم محافظات الجمهورية، وذلك كله تجسد من خلال مواقفه الثابتة ومبادئه الواضحة وصراحته في القول وإقدامه في الفعل دون خوف أو وجل أو تردد كما عهده الجميع، بعيدا عن المصالح الآنية والكيل بمكيالين. وأكد الحاضرون أن توافدهم إلى منزل الشيخ البركاني من مختلف الأطياف السياسية لهو دليل واضح أن المؤتمر الشعبي العام وقياداته النموذجية تمثل حلقة وصل لكل اليمنيين ومرجعية عامة لكل السياسيين ومظلة شاملة وحاضنة لكل من يرد إليه من مختلف أو من يرد إليه من مختلف التوجهات بل والانتماءات.